الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله المحاضرة الرابعة من النيورو أناتومي إن شاء الله هنتكلم فيها عن الميد برين. الميد برين طبعا زي ما أخذنا كل جسم كل حاجة بنقسمها فينترال سيرفيس، الفينترال سيرفيس والدورسال سيرفيس، تمام. فالفنترال سيرفيس في الميد برين عندنا ثلاث حاجات رئيسية وبنقسم على أساسها. خلونا أول شيء نحدد أول شيء الميد برين ده وين، دقيقة عشان الناس فيش ناس بتشخبط. طبعا أول شيء من هنا وكده ديش ندين مدلة وبلانجاتا، بعدين كان عندنا هنا من هنا لحد هنا، ده هنا البونز، هنا المدلة وهنا البونز، بعدين الجزء ده لحد هنا ده حيكون عندنا منو الميد برين اللي هو شنو الميد برين، اوكي، او لحد فوق منها شويه. طيب لما نجي نفصل قال لك الميد برين عندنا ثلاث حاجات ظاهره لنا في الفنترال سيرفيس. اول حاجه هي دي شنو الفنترال سيرفيس، ركزوا هنا دي شنو هم، دي اول مره حنتكلم عن الحاجه دي اسمها سيريبرال بيدانكل. نحن كان عندنا ثلاثه سيريبلر بيدانكل، ديل موجودين وين؟ ديل موجودين في البوستيريور. كيف الكلام ده؟ يعني نحن عندنا البرين ستيم كده، بعدينك عندك شنو؟ عندك بجاي ده منه ده السيريبلم، اوكي، بعدينك حاجه يطلع لك كده علشان يقوم يشيل لك الراس بتاع البني ادم. فنحن هنا في المنطقه دي بما انه ده الراس فمعناته ده هنا الجزء الانتيريور وهنا بجاي البوستيريور، تمام. فهنا عندنا من الميد برين اللي هو اعلى واحد في التلاته عند طالع منه ترى سريبرم او سوري سريبرال بيدانكل، سريبرال بيدانكل زي ما مكتوب اسمه هنا فوق سريبرال بيدانكل. طيب في نفس الوقت بيورا مطلع شنو؟ مطلع برضه بيدانكل او يقول لك حامل لمنه للسريبلم، فهنسميه شنو؟ سريبلر بدانكل. فمعناته ده في البوستيريور حيكون، وده معناته ده حيكون في الانتيريور. عكس الباقيين ديلا ما عندهم سريبرال بدانكل، عندهم بس سريبلر للبيورا للسريبرم للسريبلم اللي هو منو السريبلم اللي هو المخيخ. المخيخ ده منو اللي هو الصغير البيورا ده، تمام، بيحملوه لكن ما عندهم يد بيمدوها علشان يحملوا السريبرم اللي هو منو اللي هو المخ اللي هو اكبر حاجة عندنا اللي هو في الجايراي والسلكاي، واضحة لي؟ طيب فعندك الأول شنو أول نقطة عندنا منو؟ عندنا السريبرال بدانكل، السريبرال بدانكل، والسريبرال بدانكل ده طبعا مقسم يعني لاحقا اللي ده هنشوفه يعني لما نخش في هنا في التفاصيل بتاعة الفنترال سيرفيس لما نقول الكراس سيربراي والسبستانشيا نايجرا والتجمنتم ده لاحقا. طيب أول نقطة قلنا شنو؟ قلنا السريبرال بدانكل. تاني نقطة عندنا منو؟ عندنا الفصة دي شايفين دي الفصة دي المثلث ده هنا ده اسمه شنو المثلث ده شنو هو؟ ده اسمه انتر بيدانكلر فصة، انتر بيدانكلر من بيدانكل انتر بيدانكلر، يعني هو الفصة او الحفرة البتوين ذا تو بيدانكل. عندنا وان بيدانكل تو بيدانكل دي الحفرة اللي بيناتهم اسمها انتر بيدانكلر فصة، انتر بيدانكلر فصة. طب الانتر بيدانكلر فصة دي قصتها شنو او هي شنو؟ زي ما احنا هنلاحظ لو قربنا الصورة هتلاقي انه هي مكون موجود فيها كذا حاجة. طب الحاجات اللي موجودة جواها دي شنو؟ الحاجات اللي موجودة جواها شنو او قبل الحاجات اللي جواها اسمها شنو؟ اللهم صل على النبي، الباوندريز بتاعتها شنو؟ الباوندريز يعني اطرافها حوالينا الحواف بتاعنا، هتلاقي شنو السريبرال بيدانكل بجنبها صح، وبتلاقي شنو؟ هتلاقي الاوبتيك كيازما والاوبتيك تراكت. وين الاوبتيك كيازما؟ ما مظهرين على هنا الاوبتيك تراكت صح، شايفين ده الاوبتيك تراكت، هنا الاوبتيك كيازما، تمام. فشنو دي الاطراف بتاعنا الاوبتيك كيازما الاوبتيك تراكت والسيريبرال بيدانكل. طيب خلينا من الاطراف بتاعنا خلينا نشوف هي ذاتها جوا فيها شنو، جوا فيها شنو؟ قال لك فيها الانفانتوبيولم والماميلاري بودي والبوستيريور بورفيريتد سبستانس والثيرد نيرف. خلينا نحدد على الحاجات دي بعدين نركز فيهم واحده واحده، تمام. تقريبا ما كلهم مذكورين في الصوره. قال لك اول شيء الاوكيلومتر نيرف اللي هو رقم ثلاثه، النيرف رقم ثلاثه، بعدين قال لك شنو؟ قال لك الماميلاري بودي، تمام. بعدين تاني قال لك هنا ما ظاهره باقي الحاجات.
ما ظهر باقي الحياة، لكن حنلاقي انه اللي جوا لو شفنا في صورة تانية حتلاقي في شنو، في غير الماميلا ريبادي وغير الكيلومتر نيرف حتلاقي في حاجتين اللي هم نكتبهم ممكن بتحت هنا. قال لك اللي هو شنو؟ قال لك الانفانديبيولم، انفانديبيولم والله الاسم صعب، الانفانديبيولم وتاني منه و البوستيريور بورفيريتد سبستانس. انت لو جنبك ورقة ممكن تكتب الاربع حاجات دي اللي هم الكونتنت بتاعت شنو، بتاعت الانتربيدانكلر فوسا اللي هي شنو، انفانديبيولم، ماميلاري بادي، الثيرد كرينيال نيرف اللي هو الاوكيلومتر نيرف، ورابع حاجة اللي هي شنو، بوستيريور بورفيريتد سبستانس، بوستيريور بورفيريتد سبستانس. سو نحن لو رجعنا للكلام ده كله تاني، عندنا ثلاث حاجات، عندنا حاجتين او ثلاث حاجات بس نحن ذكرنا منهم اثنين. رقم واحد عندنا شنو في الـ في الـ في الـ في الفنترال سيرفيس بتاع الميد برين، عندنا السيريبرال بيدانكل ده هنا تمام اللي هم هنا. تاني حاجة عندنا شنو، الفصة اللي بيناتهم، الفصة تقول الانتر بيدانكل الفصة تمام، وممكن تذكر الحاجات اللي جواها. طيب تالت حاجة عندنا شنو، اللي هم الكرانيال نيرف. الكرانيال نيرف وينهم؟ اللي هو رقم 3 ورقم 4، عديل النيرف يا هندا، شايفين يا هندا طالع يا هندا، رقم 4 لاف في بيورا. رقم 4 ده اصلا بيطلع من بي قدام لكن جاي من بيورا، او بيطلع من بيورا سوري، اللهم صل على النبي، طالع من بيورا وجا لف لينا طلع ظهر بي قدام تمام. احنا هنا في الانتيريور سيرفيس ودي الثيرد، يعني في الميد برين عندنا النيرف رقم 3 والنيرف رقم 4، ده اللي بيطلع من الميد برين، عكس البونس كان بيطلع منهم 4 نيرفز، ومن المدلة بلانجاتا كان 4 برضه تمام. فاحنا عندنا 4 4 8 وديل 2 ديل كده كام 10، باقي لنا 2 بس هنشوفهم لاحقا اللي هو الاوبتيك والاولفاكتوري. تعال نرتب الكلام ده واحده واحده. عندنا قلنا شنو في الانتيريور سيرفيس بتاع الميد برين، عندنا منه عندنا واحد السيريبرال بيدانكل، سيريبرال بيدانكل وليس سيريبلر لاننا في الانتيريور، سيريبرال بيدانكل. تاني حاجه عندنا شنو، الانتر بيدانكلر فوسا. ثالث حاجة عندنا الكرانيال نيرف رقم 3 ورقم 4. لما نجي للانتر بيدنكلر فوسا اللي هي رقم 2 اللي هنفصل فيها، هنقول والله أول شيء الباوندريز بتاعتها شنو، هنقول ال هنا السريبرال بيدنكل، هنقول الأوبتيك كازمو، هنقول الأوبتيك تراكت. طيب لو قمنا مسكنا قلنا الكونتنت، ماذا يوجد داخل هذه الفصة الانتر بيدنكلر فصة، ماذا يوجد بداخلها؟ هنقول شنو، هنقول الانفانديبيولم، هنقول الماميلاري بادي، وحنقول البوستيرير بروفيريتد سبستنس، واخيرا الثيرد كرانيال نيرف. ممكن تقوله معاهم وممكن ما تقوله معاهم، لكن لازم تقول المامينري بادي، الانفانديبيولم، والبوستيرير بروفيريتد سبستنس. واضح يا حلوين؟ واضح لحد هنا؟ الفنترال سيرفيس واضح؟ طيب نمشي للدورسال سيرفيس. دورسال سيرفيس اللي هو البوستيرير سيرفيس، يعني من بيورا فيشنو، من بيورا فيشنو، يعني كأنك انت كأنه انا واقف من بوراك وبعاين لرقبتك، حلاقي شنو، هتلاقي ببساطة شديدة المفروض المخيخ ده قاعد، فاحنا هنشيله حتى هنلاقي الميد برين. فبما اننا شلناه وحنكون ظهر لنا منه، حنكون ظهر لنا السريبلر بدنكل صح، السريبلر بدنكل يا السريبلر بدنكل السوبريور. ليه؟ لانه احنا عندنا ثلاثة السريبلر، سريبلر ده عشان تفرقي، فعندنا دبل ال، قلنا في فرق بين سيريبرال ما فيه هو لا ال، فرق بين سيريبلر بدنكل، اتنين ال في النص من سيريبلم المخيخ. فهتلاقي شنو اول حاجة قلنا اللي هو سوبيريور سيريبلر بدنكل تمام. خلينا ننزل للصورة. طيب سوري، طيب شايفين معي هنا الصورة، هنلاقي اول شيء منه السوبيريور سيريبلر بدنكل اوكي، هنلاقي كمان معاهم منه نحدد عليها اول superior cerebellar peduncle، هنلاقي منه ال superior colliculus، وهنلاقي منه هنلاقي ال inferior colliculus. وينهم هم؟ لل superior colliculus، ال inferior colliculus، inferior colliculus، superior colliculus. وين ال وين ال superior cerebellar peduncle يا هندا تمام. طيب كمان عندنا شنو، عندنا رابع اخر حاجه اللي هو trochlear nerve، يعني النيرف رقم اربعه دي هنلاقيه منه، هنلاقيه بقدام هنلاقيه بورا، هنلاقيه بورا، يا دوب طالع من بورا، يا دوب مارق. وين له؟ وهندله هنا، طالع من هنا من النقطة دي، خلينا نمسح، طالع من النقطة دي، شايفين من هنا هو بيطلع، بعدين بيلف يمشي بقدام عشان شنو؟ عشان يظهر لنا زي ما شايفين في الصورة هنا بقدام
تمام، ده منه، ده الكرانيال نيرف رقم 4 اللي هو بنسميه شنو، تراكلير، تراكلير نيرف. تمام، طيب قال لك شنو التراكيال نيرف ده؟ يعني قلنا اربع حاجات بورا، اربع حاجات بورا، تراكيال نيرف على النيرف رقم 4، سوبيريور كوليكولوس، انفيريور كوليكولوس، والسوبيريور سيريبيلار بيدانكل. طيب السوبيريور كوليكولوس ده طبعا عشان تكونوا عارفين نوع من هسي، ده هو بتاع النظر، بتاع الفيجوال باثوي. تمام، ده ريفليكس فور فيجن. اوكي، عندك الانفيريور كوليكولوس ده للاوديتوري، بنفس الترتيب بتاع العين والاذنين او الاذنين. تمام، عندك العيون فوق والاذنين تحت، فعندك السوبيريور كوليكولوس للعيون والانفيريور كوليكولوس لمنه، للسمع، للاير. واضح؟ فقال لك شنو، عندنا اربع حاجات، سوبيريور كوليكولوس، انفيريور كوليكولوس، الفورث كرانيال نيرف، النيرف رقم 4 يعني، واخر حاجه السوبيريور سيريبيلر بدنكل، السوبيريور سيريبيلر بدنكل. واضحة يا شباب؟ ما فيها شيء كتير البوستيريور سيرفيس. تمام، ممكن نشوف صورة تانية لها برضو. طيب شايفين سوبيريور كولوكيولوس، انفيريور كولوكيولوس يا هندن. تمام، عندك التراكيال نيرف يا هندن طالع من هنا. تمام، بعدين السوبيريور سيريبيلار بيدانكل، وشوف معاه طوالي هنا في الميدل وهنا في الانفيريور سيريبيلار بيدانكل حسب مكان مكان طلوعه. اوكي، طيب نمشي للانترنال ستراكشر، نخش على الانترنال ستراكشر. واضح يا شباب لحد هنا صح؟ كده اخذنا الفنترال سيرفيس والبوستيرير سيرفيس الدورسال سيرفيس، هنخش على الانترنال ستراكشر بتاعت الميد بين. طيب في صورة انا معي هنا ممكن نشوفها. طيب دي صورة جميلة جدا، هتوضح لنا كل الحاصل في الميد برين. طيب في الاول احنا عندنا شنو، في الاند، في الفنترال سيرفيس اللي هو الانتيريور من هنا، يعني الانتيريور وهنا البوستيريور بفوق. تمام، طيب في الفنترال احنا كان جبالك قلنا عندنا ممنوع عندنا اللي هو السريبلر، سوري السريبرال بدنكل، السريبرال بدنكل اللي هو فيه شنو، كان قلت لكم بسرعه، قلت لكم الكراس سريبراي والسبستانشيا نايجرا والتجمنتم، كراس سريبراي والسبستانشيا نايجرا عندي هنا يمين، وعندك اخر حاجه التجمنتم. التكتم ده هو البوستيريور سيرفيس، التكتم ده هو البوستيريور سيرفيس، فيه السوبيريور كوليكيوس والانفيريور كوليكيوس. طيب لو قمنا اخذنا اول حاجه الكراس سيربراي دي، بنلاقي فيها شنو، الكراس سيربراي دي قال لك عباره عن شنو، عباره عن التراكت. لو احنا كده قبل ما نقرا الكراس سيربراي دي ذاته، احنا لازم نفهمكم حاجه مهمه جدا. لو احنا لو تذكرنا الشرح بتاع السباينال كورد، لو تذكرنا الشرح بتاع الميدلا او البونس او حتى هسي، هتلاقي شنو، هتلاقي انه دائما الفنترال سيرفيس فيه شنو، فيه البيراميدال تراكت فوق الموتور تراكت، وكان ثبتنا المعلومه دي، قلنا الانتيريور ده دائما للموتور للاوامر جاي من فوق، اما البوستيريور ده للاحساس. حتى كان في الميدلا بلونجاتا كانت اتكلمنا عن الجراسيل والكيونات ديكاسيشن، الجراسيل والكيونات تراكت، والجراسيل والكيونات هنا تيوبركل. تمام، فقلنا بيورا دائما في عندنا شنو، عندنا السنسيشن. طيب احنا هسه لو فتحنا في الميد برين كهاشتاج بديهيات جدا جدا، يعني هنلاقي شنو في الانتيريور، هنلاقي انه برضه في حاجات تبع البيراميدال تراكت او هنا تبع الموتور سيستم. تمام، فنحن اول ما مسكنا الكراس ريبراي هتلاقي فيه شنو، الكراس ريبراي ده هنلاقي فيه كل التراكت اللي هم البيراميدال تراكت، بس هتكون مفصله اكتر واكتر. احنا هنا ما هنفصل فيها شديد، لكن هتلاقيها مفصله اكتر. قال لك شنو، قال لك الكورتيكو سباينال تراكت، وهنلاقي منه كمان معاه، وهنلاقي الكورتيكو بلبر، بس هنا ما هنلاقي الكورتيكو بلبر صحيح، هنلاقيه الميديال واللاترال كورتيكو بلبر. ما احنا قلنا الكلام ده يا جماعه، قلنا الاوامر جايه من فوق، كل ما طالع، كل ما انت بتطلع فوق هتلاقي شنو، هتلاقي الاسلاك اتفرزت، انت قاعد بتفرز في الاسلاك، انه والله السلك بتاع الاوامر بتاعت الحبشه الاصبع دي بتمشي للنقطه الفلانيه في الراس، والسلك بتاع حبشه الرجل بتاعت الظفر لا بتمشي للحته الفلانيه. هم صح في الاول كلهم بيكونوا ملمومين في حته واحده،
تمام، وبيطلعوا كلهم في ربطه واحده كده من السباينال كورد، وقوموا يطلعوا فوق. ما هو من قبل السباينال كورد النيرف سبلاي اللي كله عضله بتلاقيه واحد بس، صح؟ نيرف سبلاي يقول لك الالنر نيرف غزه العضله الفلانيه، او الميديان نيرف غزه العضله الفلانيه، هو واحد. طيب في النهايه لما طلع، طلع واحد مش اتفصل في السباينال كورد، وطلع في المظله اتفصل اكتر، وفي البونز كل مره قاعد يتفصل اكتر. لما يصلينا في في البرين اللي هو راس كبير جدا، انت ببساطه المفروض تسال، وما محتاجين راس كبير زي ده، لا محتاجين، لانه الاسلاك كل ما هتطلع لفوق هتتفرتق اكتر وهتتفصل اكتر، تمام؟ فقال لك شنو؟ قال لك اللي هو الكورتيكو سباينال تراكت، يعني قال لك الكورتيكو سباينال تراكت والكورتيكو نيوكلير، شايف الفرونت بونتاين، الفرونت بونتاين فايبرز وين؟ طيب الديكاسيشن بتاع الريبر سباينال، اوكي طيب، سو اكستنشن اجرا، اوكي طيب. قال لك شنو اول حاجه؟ قال لك هنا في الكورتيكو سباينال تراكت والكورتيكو نيوكلير، تمام؟ بعدينك شنو السبستانشن اجري ده مش تبع البيزن جانجينيا، تبعها كيف؟ يلا هنا تبعها كيف؟ تبعها لانها شنو؟ لانها اكسترا بيراميدال تراكت، اكسترا بيراميدال تراكت بتتوصل، عندها تواصل مع البيزل كانتريا، وليس هي تبع منه او جزء منه ابدا، هي تتواصل مع كل الاجزاء بتاعت الاكسترا بيراميدال تراكت، بتتواصل مع البيزل جانجليا. خلينا بس في موضوعنا، ما نطلع من نمشي هناك، هنجي للسبستانشن اجري. طيب قلنا شنو؟ قلنا احنا عندنا حاجتين اللي هم الكورتيكو سباينال تراك او الكورتيكو بلبر اللي هم بنسميهم البيراميدال تراكت، وعندنا تاني حاجه اللي هم فرونتو بونتاين والتيمبرو بونتاين. تذكروا احنا في البونز، للناس اللي بيذاكروا يعني في البونز، كان ذكرنا شنو احنا قلنا؟ قلنا احنا عندنا في فايبرز بتجي لوين؟ بتجي للبونز، بتجي للبونس من وين؟ بتجي للبونس على طول، بنسميها شنو؟ بنسميها كورتيكو بونتاين. بتقوم تعمل شنو؟ بتقوم تعمل ريلي في البونس، قلنا كده بس سميناها كورتيكو بونتاين بدون ما نفصل، هي جايه من الكورتكس لكن جايه من ياتو حته، طالعه من ياتو مكان، ده موضوع تاني. يلا هنا تفصلت شويه، ما فصلنا شديد، قلنا والله في واحده اسمها تيمبرو بونتاين، جايه من وين؟ جايه من التيمبورال لوب، تمام؟ هي في النهايه جايه من السبناي سيربرم، بس جاي من التمبرو اللوب. واحده ثانيه جايه من هنا اسمها التمبرو بونتاينو بونتيتو اوكسيبيتو بونتاين، يعني تفصيل اكثر. مختصر الكلام عندنا الكورتيكو بونتاين، تمام؟ كلها كورتيكو بونتاين بنسميها، وبنسمي ثاني حاجه اسمها شنو؟ اسمها البيراميدال تراكت. انت لو قدرت تختصرها هتقول البيراميدال تراكت والكورتيكو بونتاين تراكت، تمام؟ هي ماشيه وين؟ ماشيه للبونس، كورتيكو بونتاين ماشيه لوين؟ للبونس، تمام؟ هي حتمر بوين؟ حتمر بمنو؟ حتمر بالميد برين، اكيد حتمر بالميد برين، ما حتنط يعني، تمام؟ طيب فاحنا كده ما قاعدين نحفظ في كلام جديد، هو كان نفس الكلام وحيجي في نفس الجهه الفنترال سيرفيس، حلو؟ طيب دي اللي هي منو؟ دي هي الكروس سيرفراي، تمام؟ طيب نجي نفصل اكتر. قال لك في عندنا شنو كمان؟ عندنا السبستانشيا نايجرا اللي هي الجزء الاوسط بيناتهم، احنا هنا التجمنتم، بعدين السبستانشيا نايجرا، بعدين هتلاقي شنو؟ التكتم، تمام؟ طيب او التجمنتم، اللهم صل على النبي، قلنا الكراسر براي، السبستانشيا نايجرا والتجمنتم، اخر حاجه التكتم، تمام؟ طيب لما نجي للسبستانشيا نايجرا، السبستانشيا نايجرا زي ما قلنا قبل شوي هي عباره عن اكسترا بيراميدال تراكت كونكتد وذ ذا بيزل جانجليا، هي بيجمنتد جراي ماتر، هي عباره عن جراي ماتر، نركز في المعلومات دي. السبستانشيا نايجرا عباره عن جراي ماتر، تحتوي على الميلانين، تحتوي على صبغه الميلانين، هي اكسترا بيراميدال تراكت، تمام؟ وتتوصل مع البيزل جانجليا، كونكتد وذ ذا بيزل جانجليا. حنا لما نصل فوق كل مرة حنكتشف حاجة جديدة، وحنتكلم عن البيزل جانجليا بالتفصيل لاحقا، تمام؟ طيب قال لك شنو يعني؟ احنا عندنا السبستانشيا ناجرا، اكسترا بيراميدال تراكت، جراي ماتر، تحتوي على الميلانين بيجمنت، عبارة عن شنو؟ تتوصل مع البيزل جانجليا، ليه؟ لأنها هي اكسترا بيراميدال تراكت، زي تقريبا الريد نيوكليوس، الريد نيوكليوس المفروض نشوفها بعد شوية يعني، برضه اكسترا بيراميدال سيستم، تمام؟ طيب نجي للحاجه الثانيه اللي هي شنو؟ الحاجه الثالثه يعني اللي هي شنو؟ التجمنتم. التجمنتم على ماذا يحتوي؟ التجمنتم دي بيحتوي على شنو؟ الكرينيال نيوكليوس، يحتوي على النواه بتاعت منو؟
سوري، يحتوي على النوع بتاعت الثيرد والفورث كرانيال نيرف. كيف حيحتوي عليها؟ من احنا نتذكر، واحنا اول شيء واحنا بنشرح جبال قلنا شنو؟ ركزوا معي هنا، قلنا بيورا، قلنا في السوبيريور كولوكيلس وقلنا في الانفيريور كولوكيلس. لما نجي ناخد لما نجي ناخد لنا قطاع فوق، نقطع كده ونقوم نفتح المنطقه دي بتاعت السوبيريور كولوكيلس، هنلاقي من النواة بتاعت منه بتاعت الثيرد كرانيال نيرف. ولما نجي نفتح تحت، طبعا في منطقه التجمنتم، تمام، هنلاقي منه، هنلاقي الفورث كرانيال نيرف، تمام. الثيرد كرانيال نيرف فوق مع السوبيريور كوليكولس اللي اوريدي احنا قلنا السوبيريور كوليكولس ده بتاع النظر، والتروكيال تروكلير نيرف النيوكليوس هنلاقيها وين؟ هنلاقيها مع القطاع في الانفيريور كوليكولس، تمام. حاجه مهمه كمان جدا احنا هنلقاها برضو في التجمنتم، اللي هي شنو؟ اللي هي شنو؟ دي خلينا نكبر الصوره، اللي هي اللامينسكاي. وين اللامينسكاي؟ خلينا نحدد الحاجات. اول شيء اللامينسكاي، تذكروا اللامينسكاي؟ تذكروا لما شرحناها المره اللي فاتت اللامينسكاي او اللامينسكس؟ اللامينسكس قلنا الميديال لامينسكس واللاترال لامينسكس، وقلنا التجمنتال لامينسكس والسباينال لامينسكس، تذكروهم؟ طبعا ما ظنيت في زول يكون قاعد يذاكر فيهم يعني، لكن no problem. طيب فقلنا شنو؟ قلنا كمان عندنا منو؟ عندنا ريد نيوكلياس برضو هنلاقيها، بس انا ما اعرف ما ظاهره لي هنا أنا. اوكي الريد نيوكلياس وين؟ اوكي عندنا ريد نيوكلياس ديل كلهم. الفكره انه شنو دي الريد نيوكلياس اللي بالاحمر؟ عندك اللامينسكاي هنا بالازرق، عندك تاني شنو؟ عندك الاكيوميتر نيوكلياس، شايفين الكيلومتر نيرف، قال لك في برضه الديكسيشن بيكون حاصل في منطقه معينه فيها، تمام. طيب احنا عايزين نرتب الكلام ده علشان انا ما عايز الناس تتلخبط، اوكي. طيب احنا في التجمنتم عندنا قلنا شنو حاجات اساسيه نثبت شنو؟ لو احنا قمنا، تعالوا نثبت الكلام ده، لو احنا اخذنا في السوبيريور كوليكولس، سوبيريور كوليكولس قمنا اخذنا لنا قطاع التجمنتم ده مختلف، سكرسر براي واضح، كلها عباره عن بيراميدال تراكت وكورتيكو بونتاين. بعدينك في السبستانشيا ناجرا قلنا اكسترا بيراميدال تراكت. نجي للتجمنتم فيه شويه تفصيله، لو خدناه مع السوبيريور كوليكولوس هنلاقي منه النيوكليس بتاعت الثيرد كرينيال نيرف، لو خدناه مع الانفيريور كوليكولوس هنلاقي الفورث كرينيال نيرف برضه في نفس الشيء. لو مع الثيرد، مع السوبيريور كوليكولوس مع الثيرد نيوكليس الثيرد كرانيال نيرف نيوكليس، هنلاقي برضو شنو؟ الريد نيوكليس. دي اهم حاجه، اهم معلومه هنقولها هنا، اللي هو شنو؟ هنلاقي برضو الريد نيوكليس في ات ليفل، في الليفل بتاع منه السوبيريور كوليكولس، تمام. طيب هنلاقي برضو تراكت كثيره، عندك الربرو سباينال تراكت، هنلاقي الربرو سباينال تراكت، وهنلاقي منه، هنلاقي الدورسال اللي هم في تو ديكاسيشن هنلاقيهم، هو فنترال تيجمنتال ديكاسيشن والدورسال تيجمنتال ديكاسيشن، اللي هم شنو؟ الربرو سباينال تراكت والتكتو سباينال تراكت. ده تفصيله عميقه شويه ما حنفصلها، وفي كذا ديكاسيشن هنلاقيهم، وفي الدنتيتو ربر الفايبرز وكده، تمام. ما حنفصل، فنكتفي بس بالمعلومات دي. قلنا ريد نيوكليوس والثيرد نيوكليوس والفورث نيوكليوس، تمام. اخر حاجه التكتم، التكتم دي ما فيه شيء، التكتم ده هو البوستيريور سيرفيس، هنلاقي طوال اللي هو السوبيريور كوليكولس والانفيريور كوليكولس زي ما هم، واضح يا شباب؟ ما فيه تفصيل. هنمشي لاخر جزء في المحاضره، اللي هو شنو؟ اللي هو الكرانيال نيرف نيوكليوس والكرانيال نيرف والنيوكليوس بتاع انه، اوكي، والنيوكليوس اللي بيشتغل عليهم. طيب عايزين جزء بس فاضي عشان بنرسم فيه ونكتب. طيب بالنسبة للأول شيء احنا عندنا قلنا شنو؟ قلنا عندنا كم نيرف؟ عندنا تو كرانيال نيرف، وين؟ في الميد برين، تمام. طيب الميد برين دي هي
التو كرانيال نيرف ديل هم شنو؟ ديل هم النيرف رقم 3 والنيرف رقم 4. تعالوا بس نراجع حاجه صغيرون، احنا كان قلنا شنو؟ قلنا بيتحت في الميد في المظله برنجاتا عندنا 4 كرانيال نيرف، وفي في البونس 4. هنا في الميد برين عندنا شنو؟ عندنا 2. الاول اللي هو شنو؟ الاوكيلو موتور نيرف. اوكيلو موتور نيرف، اوكي، ده اول واحد اللي هو رقم 3. عنده تو نيوكليوس. اول نيوكليوس اسمها شنو؟ الاول نيوكليوس اسمها الموتور نيوكليوس، موتور. وتاني نيوكليوس اللي هي المهمه اسمها شنو؟ اسمها ادنجر واستفال، ادنجر واستفال نيوكليوس، وست فال نيوكليوس، تمام، ادنجر واستفال. الموتور نيوكليوس طبعا اكيد احنا عارفينها، هي موتور بتعمل على الموتور. الادنجر والاستفال دي هي مهمه شديد وبتجي في الامتحان كثير، اللي هي شنو؟ هي باراسمباثيتك نيوكليوس، باراسمباثيتك نيوكليوس بتغذي منه، بتغذي السيلياري ماسل والكونستريكتور بابيلا، بابيلي ماسل، الكونستريكتور بابيلي ماسل، السيلياري والكونستريكتور بابيلي، اوكي. تمام، ديل هما 2 بصفة عامة. هو الكيلومتر نيرف بغذي منه، بغذي كل الاكسترا اوكلر مصل ما عدا السوبريور اوبليك واللاترال ريكروس. يعني شنو الكلام ده؟ يعني الكيلومتر نيرف، النيرف رقم 3 بغذي، ركزوا معي في المعلومة دي عشان تحفظ بيها، دي ما تحفظ بيها عضلات العين، لو بما انه عندك هذا انك اكيد. الاوكيلومتر نيرف بغذي كل العضلات بتاعت العين ما عدا تو عين، ما عدا عضلتين اللي هم شنو؟ اللاترال ريكتس والسوبريور اوبليك. اللاترال ريكتس دي بتاعت السادس، والسوبريور اوبليك دي بتاعت الرابع، النيرف الرابع والنيرف السادس. دي معلومه كده بس ثبتها. نرجع تاني، احنا قلنا الاوكيلومتر نيرف اللي هو النيرف رقم 3 عندنا تو كرانيا تو نيوكليوس، الموتور نيوكليوس، وعندنا الادنجر واستفال نيوكليوس، ادنجر واستفال نيوكليوس، تمام. الموتور نيوكليوس دي طبعا احنا قلنا تبع السوبيريور كوليكولوس، وعندنا فيها شنو؟ عندنا اللي هي في عباره عن باراسمباثيتك نيوكليوس، باراسمباثيتك نيوكليوس دي الادنجر والسفال، هي باراسمباثيتك نيوكليوس بتغذي السيلياري مسل والكونستريكتور بابلي مسل، واضح يا شباب؟ طيب عندك الكرينيال نيرف رقم 4 اللي هو دي اسهل، يعني اللي هو اسمه نو تروكلير نيرف، تروكلير نيرف، النيرف. طيب عندنا فيه كم نيوكليوس؟ عندنا 1 نيوكليوس اللي هو اسمها شنو؟ اسمها تروكلير نيوكليوس. طيب التروكلير نيوكليوس دي بتعمل شنو؟ بتغذي عضلة واحدة اسمها شنو؟ اسمها سوبيريور اوبليك، اوبليك مسل، سوبيريور اوبليك مسل، دي تحفظها زي اسمك. النيرف رقم 4 السوبيريور اوبليك مسل، النيرف رقم 6 اللاترال ريكتس، تمام، النيرف رقم 3 كل العضلات الاكسترا اوكلير مسل ما عدا عضلتين اللي هم لسه ذكرناهم، بتاعت الرابع بتاعت الثالث بتاعت السادس اللي هم اللاترال ريكتس والسوبيريور اوبليك، واضح؟ طيب تاني عندنا شو كمان؟ بس كده 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 احنا خلصنا المفروض المحاضرة بتاعت الميد برين، اتكلمنا عن النيرف واتكلمنا عن النيوكليوس بتاعتهم، اتكلمنا عن الفنترال سيرفيس والدورسال سيرفيس، اتكلمنا عن الانترنال ستراكشر كده، افتكر كلها بقت واضحة. في اي سؤال؟